عمل هو ده العيد اللي الناس تيجي تشتغل وتمسك رسالة للعالم. احنا زي ما سيادة الرئيس قال الشغل ده هدية للعالم، إشارة سلام، إشارة محبة، إشارة إن احنا عارفين رايحين على فين، متوكلين على الله وعارفين طريقنا كويس قوي، ربنا سبحان الله هيسترها معانا. وفعلا شايف العالم المصري ده هيظل مرفوع عاليا كل مكان بإذن الله. التنفيذ مصري والتمويل مصري، واللي حفر القناه الحقيقه مصريين. وانا كنت لسه بقول لهم يعني وانا قاعد مع زملائي، تخيلوا كده القناه دي ما رجعتش تاني لحد مصر، يعني هل كان ممكن حد يفكر في المشروع العظيم ده؟ الحقيقه انا النهارده من قناه السويس جيت عشان انا جيت في مرحله الحفر الجاف، وكنت فخور جدا بمعاراه من تفاصيل ضعيفه جدا واداره مشروع زي ده. عايز الخطة الموجودة مبشرة جدا لان عدد الكراكات هيبقى عدد قياسي، وانا صحيح ان اقول ان هذا هو اكبر مشروع في العالم في سواء تحريك التربة او المجاري المائية. مصر بتنفذ اكبر مشروع في العالم، ان شاء الله هيكون هذا المشروع بكل بقى المشروع التاني برضو من تنمية منطقة قناة السويس. هذا ملفات قدام العالم كلها باذن الله في المؤتمر الاقتصادي، هتبين قد ايه عندنا فرص عظيمه لمصر. ان شاء الله مصر هتبقى دايما في نمو.